مجرتنا ضرب تبانة فيها بزاف ديال الحوايج اللي هي مرعبة، ولكن رغم هذا كاين بزاف ديال الحوايج اللي هي مبهرة كتسحر العين. ولعل أكثر حاجة مبهرة في الكون اللي كتسحر العين ديالك هي النبولة، أو ما يطلق عليه باللفظ باللغة العربية السديم الكوني. واليوم أنت على موعد مع عينة من السدم الكونية الخلابة، ولكن قبل ما نعطيك هذه القائمة خاصني نتأكد أولا أنك تفهم ما معنى السديم الكوني. فإذا هضرت على السديم الكوني في واحد الفيديو وفي بزاف ديال الوثائقيات، ولكن نعطيك واحد الشرح مختصر باش نوصلوا للسديم. خاصك تفهم اولا كيفاش كيخدموا النجوم. دابا الا شديتي التلسكوب ووجهتيه لاي نجمه في الكون، بل وحتى الشمس ديالنا، غتلقاها انها كره ملتهبه. بعض الناس كان كيصحاب ليهم، بل لحد الان كيصحاب ليهم، انه النجوم او الشمس هي كره من النار، وهذا غلط. باش تعرف هذا الضوء ديال النجوم منين جاي، خاصك تفهم مزيان المكونات ديال القلب ديال النجم. النجم باش كيعيش، اي ما هو الوقود ديالو، هو هذا الاندماج النووي ديال العناصر اللي كيوقع في القلب ديالو. الوقود ديال النجم الاول هو الهيدروجين، ولكن ملي كينفد فان الهيدروجين كيندمجوا ليه جوج ديال الذرات باش يخرج لينا الهيليوم، وبهذا الهيليوم كيكون اثقل من الهيدروجين. هذه العمليه اللي كتوقع ديال الاندماج في القلب ديال النجم باش ان النجم يعيش هي المصدر ديال هذا الضوء اللي كتشوفوا شاعل في جميع النجوم. اذا الشمس ديالنا او جميع النجوم في الكون ما شعلاش بالعافيه، بل بهذا الاندماج النووي اللي كيوقع في القلب ديالو. باختصار شديد، النجم باش يحمي راسو من الانهيار نتيجه للكتله ديالو وجاذبيته المهوله، كيبدا يدمج الهيدروجين مع بعضياته باش يعطينا عنصر اثقل اللي هو الهيليوم. كما قلت لك باش تفهمها بمعنى ادق، بحال الا النجم كيتعامل بالربا، كيمشي عند الانويه ديال الهيدروجين كيقول لهم غنسلفكم الطاقه، هالطاقه هذه غتخليكم تندمجوا باش تحولوا الى هيليوم، وبالتالي غتعطوني طاقه اكبر من اللي سلفتكم انا. وهكذا هالطاقه اللي كتكون اكبر كترجع تحافظ على النجم من الانهيار. فاش كيقرب النجم من نهايه ديال الحياه ديالو، الهيدروجين كيتحول بالكامل الى هيليوم. هنا النجم كيتعامل بنفس الطريقه ديال الربا، نفس داكشي اللي قال الهيدروجين يعاود يقولوا للهيليوم غنسلفك طاقه باش تندمج، وخرج لي عنصر اخر فيه طاقه اكبر ضدها ليا، كيوافق الهيليوم وكيتحول بالاندماج ديالو الى كربون. وهكذا غادي السلسله، نفس الشيء الكربون كيندمج باش يعطي النيون، من بعد النيون الاكسجين، من بعد الاكسجين السيليكون، حتى كيوصل النجم الى اخر عنصر اللي هو الحديد. قبل ما نهضروا على الحديد، فراه قبل النجم من انه يوصل لهذه المرحله الاندماج ديالو كان كيصنع بزاف ديال العناصر المعروفه بحال الزنك، الفوسفور، الذهب، النيتروجين وبزاف اخرى. المهم النجم فاش كيوصل للحديد كتوقع مشكله. جميع العناصر اللي قبل ملي كان كيدمجها النجم كانت كتنتج طاقه اللي هي اكبر وكتحافظ على توازن النجم، لكن الحديد الامر مختلف، لان انويه الحديد لا تقبل الاندماج. بمعنى الحديد يحتاج طاقه باش يندمج اعلى من الطاقه التي تنتج منه، يعني كيتسلف منك الطاقه وعوض يدير الريبة ويرجعك بالفائده، او على الاقل يرجعك داكشي اللي سلفتيه. لا، كيرجع الطاقه ناقصه بزاف من اللي سلفتيه. هذا لانه الحديد اصلا هو بنفسه يحتاج الى طاقه، وبالتالي قوه الجاذبيه كتنتصر وكتخلي النجم انه ينكمش على راسو. ملي كيبدا النجم ينكمش نحو النواه كتوقع لنا ظاهره من اعنف الظواهر الفلكيه، انفجار هائل كيتسمى بالسوبر نوفا، المستعر الاعظم. هاد الانفجار اللي غيوقع، طبيعه الحال هاد العناصر اللي قلت لك انتجها النجم من هيدروجين وهيليوم ونيتروجين واكسجين وسيليكون وفوسفور الى اخره، غتجلى في الفضاء، غيوقع واحد المهرجان هائل من هاد الغازات اللي تقذفات من بعد ما انفجر النجم. لهذا يعتقد ان بزاف ديال العناصر اللي كاينه في الارض، ناخذ على سبيل المثال الذهب، حصلت عليه الارض من سوبر نوفا قريبه ديال النجم من بعد ملايين السنين من بعد ما تكونت الارض. مات هاد النجم، دار انفجار وقذف المكونات ديالو في الفضاء عشوائيا حتى وصل الذهب باش تحصل عليه الارض. هاد المكونات ديال السوبر نوفا اللي تجلاو غادي يعاودوا يتجمعوا ما بيناتهم بفعل قوى الجاذبيه، كيبدا ينجذب الغاز والغبار، هنا كتبدا الجاذبيه في السيطره عليهم، هنا كتبدا تنهار الماده نحو المركز ديال هاد المكونات اللي عاودت تجمعات، هنا كترتفع درجه الحراره ديال المركز، هذا كيؤدي باش تكون نواه اوليه لنجم جديد. هي هذيك اللي جاتك في بالك، الوفاه ديال النجم كتعطي الاسباب باش نجم اخر يخلق. حتى شي حاجه في الفضاء ما كتمشي سودا، المكونات الطردات من النجم من جراء السوبر نوفا هي نفسها غتكون نواة لنجم اخر. الان هاد النجم ملي غتكون النواة ديالو غتزداد الحرارة، هاد الحرارة غتبدا تتفاعل مع دوك المكونات كاملة اللي قلت لك قبل في القلب ديال النجم، الهيدروجين والنيتروجين والهيليوم والاكسجين الى اخره. ملي كتقيسهم الحرارة كيشعلوا بالالوان، ملي كيشعلوا بالالوان حدا بعضياتهم على شكل سحابة، وهاد السحابة هي اللي كنطلقوا عليها اللفظ ديال السديم الكوني. ولكن علاش السديم ما كيشبهش الاخر؟ الجواب بسيط.
بسيط، لأن السوبر نوفا كتقذفهم عشوائيا، فتجمعهم كيكون عشوائيا بحال عندك واحد الكاس ديال الماء وخويتي على الأرض غياخد واحد الشكل، ولكن إلا عاود عطيتك نفس الماء بنفس الكاس بنفس المقدار غنقولك عاود ترميه غيعطيك شكل عشوائي آخر ماشي اللي عطاك الأول. لهذا فالغازات اللي كتشعل جراء الحرارة طبعا ما غتكونش بلون واحد، لأن كل عنصر عنده اللون اللي خاص به، لهذا فكل سديم والألوان ديالو أو الشكل ديالو وعلى حسب الشكل العشوائي اللي خدا على حسب الاسم اللي كنطلقوه عليه فاش كنكتشفوه. بحال مثلا هذا يسمى بسديم الفراشة لأن الشكل اللي خدا كيشبه الفراشة. هاد السدوم الكونية تقدر تشوفها بالعين ديالك المجردة إلا كنتي كتوفر على شي منظار اللي عالي الجودة واللي واسع باش يستقبل الضوء. من السدوم المميزة في مجردة عطرب التبانة كاين سديم السرطان. سديم السرطان هو بقايا انفجار مستعر أعظم وقع سنة 1450 ميلادية. الرهبان الصينيون والعرب وثقوا هذه اللحظة لانفجار هذا النجم. العلماء الفلكيون ديك الساعة الرائدون اللي كانوا في العالم هم من الصين ومن العرب، ولكن في هذيك اللحظة ما كانش الأساليب التقنية الحالية اللي غتقول لهم شنو وقع في السماء، فلذلك كانوا كيعتقدوا أنه ظهر نجم ضخم في السماء واختفى، لكن في الحقيقة هذا كان انفجار النجم مات باش يخلف موراه سديم السرطان. وهذا سديم السرطان عنده واحد الحاجة مميزة ما كاينش في السدوم الأخرى، هي أنه في القلب ديالو كاين نجم نابض بولسار كيبعث إشعاعات قوية معذبا هذا السديم. هضرنا على السدوم ما غنساوش سديم الحلقة. سديم كلاسيكي كوكبي هو بقايا ديال النجم بحجم متوسط انفجر تم الاكتشاف ديالو في القرن 18 واللي كيميزو أنه كيبان بمظهر ملون وجميل جدا بشكل دائري. سديم الحلقة هو واحد من أجمل السدوم الكونية، بحالو بحال سديم البحيرة اللي هو سحابة ضخمة جدا من الغاز والغبار كتمتد لسنوات ضوئية، وبما أنه ضخم جدا فإنه كيحتوي في الداخل ديالو على مكان لولادة العديد من النجوم اللي غتخرج منه. يعتقد أن سديم البحيرة غادي يخرج لنا نظام شمسي ضخم في المستقبل كيتميز باللون الأحمر، وهذا بسبب وفرة الهيدروجين الكبيرة جدا في السحابة ديالو. أما سديم العنكبوت الأحمر عنده تصميم فريد كيشبه الملامح ديال العنكبوت، كيحتوي في الوسط ديالو على نجم محتضر كيبعث بواحد الرياح شمسية قوية اللي كتسبب في تمدد ديال الغاز ديالو بمعدل هائل. هذا نفس السبب اللي خلى الكواكب الغازية في المجموعة الشمسية ديالنا المشتري زحل أورانوس ونبتون أنهم يتكونوا بعادل الشمس، لأنه في مرحلة التكوين ديال النظام الشمسي ديالنا الرياح الشمسية ديال الشمس دفعت المكونات ديالهم بعيدا جدا. هادشي اللي كيوقع دابا في سديم العنكبوت الأحمر، واحد النجم في المركز ديالو كيمدد الغازات لمسافات هائلة، وهذا السبب علاش هاد السديم غادي كيكبر. سديم الجبار أحد أشهر وأكبر السدم التي يمكن أن تراها بالعين ديالك المجردة، كما أن هذا السديم هو أقرب سديم للأرض. أما سديم كيس الفحم هو أحد أغرب السدم الكونية. هذا السديم مظلم لأن المكونات ديالو لا تتفاعل مع الحرارة وبالتالي ما شعلاتش بالضوء، كيبان فقط من الجنوب ديال الكرة الأرضية. الشكل ديالو غريب ولأنه مظلم فإنه كيحجب علينا باش أننا نشوفو النجوم اللي كتكون وراه. هذا السديم كان جزء من الأساطير الكبيرة عن الشعوب الأصلية في أستراليا وأمريكا الجنوبية. إلى جانب هذا السدوم ما ذكرتش بزاف ديال السدوم المشهورة لأنني فايت هضرت عليها في الوثائقيات، بحال سديم أعمدة الخلق الثلاث ورأس الحصان وفرس البحر وغيرها. السدوم الكونية هي لوحة فنية، يكفي فقط تلسكوب صغير جدا غيمكن لك أنك ترصدها، وإلا رصدتها فتأكد أنك ستستمتع حقا حتى ولو كان الفلك ما كيدخلكش لراسك، فإن السدوم الكونية غتنال إعجاب ديالك وغتسحرك وغتبهرك رغم عنك.